هلا بقى خبرني مين الست رحاب؟ رحاب، الله عليك ما تنسين. رحاب هي نتيجة أخطائنا أنا وجوليت. بدر، بعرف إنه جوليت غلطت كتير كتير غلطت، بس نحنا ما فينا نرد الغلط بغلط أكبر منه. أنت مو بس عم تغلط بحقها، أنت عم تغلط بحق حالك، عم تغلط بحق حالك كتير. ما تجرب تبرر لي هلأ، لأنه يلي عم تعمله اسمه خيانة. الله عليكم، الله عليكم غريس. لا تشوفين الأشياء من منظور أخلاقي ضيق، ترجاكي. والله الأخلاق ما نجا كدو بالفيس، مرة منلبسها وش مرة منلبسها أفا، ومانها شمسيا نحطها على رأسنا والمطرة زاخ. إحنا ناشفين والناس مبللة، ما هو امتياز تكونين ناشفة. كيف بدك تشعرين بالناس إذا أنت قاعدة بالبيت؟ كيف تشعرين بالبرد بالمطر؟ يعني باختصار بلا فلسفة. ليأكل عصي غير اللي عدة. يعني نحن لازم نعيد أخطاء البشرية كلها من وقت سيدنا آدم لهلا. في حديث يقول بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. تسمعين بي؟ التوابون. بس أنت مانك ناوي تتوب أصلاً. أنانيتك هي اللي عم تحكمك. انتبه. أنانيتي؟ أنا أناني؟ إيه أنانيتك. أنا لو بيتصرف بأنانية كنت طلقتوها من زمان، بس أنا ما عملتها لاعتبارات بتخص جوليت ذاتها. مين قال إني أنا مبسوط بعلاقة سرية مدانة بكل حالات العادية؟ مين قال؟ وعلى فكرة جوليت هي طلبت تظل العلاقة بهذا الشكل الظاهر. هي واثقة وهي تعرف أنه أنا إنسان طبيعي، بالنهاية إنسان طبيعي ولي احتياجاتي الخاصة. ليش ما تشوف أو أنت تشوفي أنه أنا قدمت تضحية وأخلاق عالية منه؟ أرس ليش قلت لك لا تشوفين الأشياء بمنظور ضيق؟ صدقين لما أسكر الباب أحس بلاطة القبر نزلت على صدري، أحس حالي تحت الأرض بعالم سفلي. جوليت بها شر يقلب كل شيء ضد. انت ما تعرفين قديش مشتاق لبيسا، مشتاق ضمها، اشم ريحتها بس اخاف